منذ وصول الشيخ للدوازير الخليجية لموريتانيا عاد إفريقي من الإشراف بشكل مباشر أو غير مباشر على قضية الصحراء. هناك فقط عملية 12 دولة التي تعترف بهذه الجمهورية كلها لأفريق أو غلوفون. منتخبون رئيسيا منتخبون لأول ما انتخاب مباشر، في حين أن من يدعي أنه يمثل سكان الصحراء لا ينتخبون ولا لا علاقة لهم بالديمقراطية. دستور ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية البند 31-32 لا يعترف بتعدد الأحزاب وبالنقابات. هؤلاء منتخبون ذكروا في تقارير الأمين العام السابق والأمين العام الحالي، ذكرت العملية الانتخابية جرت في ظروف شفافة في ظروف إيجابية. إذا كانت لهم هذه الصفة ديمقراطية ويمثلون السكان ومنتخبين انتخابا مباشرا، وهذا ما جاء في الرسائل المتبادلة بالاتحاد الأوروبي والحكومة المغربية، فلماذا لا يكون لهم دور في هذه المفاوضات؟ والمغرب كسب كثيرا من حضور هاتين الشخصيتين في مفاوضات جنيف، على الأقل أن هناك قراءة جديدة لتعامل معامل الصحراء على مستوى الأمم المتحدة. المغرب بالخصوص ينشد ويتابع منذ ثلاث سنوات ما يسمى بدبلوماسية براغماتية واقعية، وأعتقد أن الآن الأوان أن يوسع هذه الدبلوماسية الواقعية حتى لا يترك الآخرين يتحدثون باسم سكان الصحراء. إلى لاسيديرو سيكون فيه الجانب السياسي أكثر من الجانب الاقتصادي. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.